نظمت أمانة المنزلة بحزب مستقبل وطن في الدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدي حفل توزيع 550 بطانية على بعض المقبلات على الزواج وغير القادرات، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للحزب بحضور أكثر من 600 سيدة من أهالي المنزلة وبحضور بعض أعضاء هيئة مكتب المحافظة. أكد أمين مركز المنزلة بالحزب أن الفعاليات ستستمر بالتواصل مع كافة فئات المجتمع على أن يتم لاحقا توفير كافة الاحتياجات الخاصة للأسر الفقيرة والعمل على الوقوف على المشاكل التي تواجه الشباب لحلها من خلال كوادر الحزب.